ما كان في السر خرج إلى العلن، والمحظور لم يعد محظوراً. قنبلة فجرها فيلم استقصائي فرنسي من 3 أجزاء، كان عنوانها التحقيق المحظور. أنتجته القناة الفرنسية 5، أبان وجهاً أسوداً جديداً لحزب الله. أنشطة إجرامية خطيرة في أقل أوصافها، مقابلات وملفات ووثائق رسمية عرضت في الفيلم، كشف ما كان سرياً ومخفياً لمدة تتجاوز 10 أعوام. ليس على صعيد علاقة الحزب بانفجار مرفأ بيروت فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى النشاط الإجرامي الدولي في تجارة المخدرات التي يستخدمها الحزب لتمويل نفسه. الفيلم الذي استنفرت أجهزة حزب الله لتشويهه وتشويه منتجيه حتى قبل أن يعرض، أزاح اللثام عن تحقيق أمريكي لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA استمر أعواماً طويلة، وتوصل إلى وجود كارتيل مخدرات في كولومبيا اللاتينية يتبع مباشرة لحزب الله، وتديره قيادات على أعلى مستوى، وينشط بشكل كبير في تجارة مادة الكوكايين دولياً. وتم اكتشافه أثناء عملية تجسس لاحظ فيها المحققون الأمريكيون أن عدداً كبيراً من عناصر كارتيل في كولومبيا يتحدثون العربية فيما بينهم. وبعد استماع ضابط أمريكي من أصول لبنانية للمكالمة، تبين أن اللهجة جنوبية لبنانية، لتقرر بعدها وكالة مكافحة المخدرات توسيع التحقيق. واستطاعت الوكالة اختراق الكارتيل وإدخال أحد ضباطها فيه على أنه وسيط لتبييض الأموال، وكان الهدف معرفة تفاصيل أكبر عن الهيكلية التنظيمية التي يقوم عليها الكارتيل. فاكتشف الضابط وجود شبكة واسعة لتجارة الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات تتم إدارتها وتنسيق عملياتها من خلال قادة رفيعي المستوى في حزب الله، ويستعملها الحزب لزيادة مدخولاته المالية، خصوصاً بعد العقوبات الأمريكية والغربية التي تم فرضها على إيران الداعم الأساسي لحزب الله. وتم إخفاء نتائج هذا التحقيق سابقاً بناءً على أوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في محاولة لتخفيف الاحتقان والضغط على إيران لتمرير الاتفاق النووي. أما الآن، وبسبب التعنت الكبير الذي تبديه الحكومة الإيرانية في الوصول إلى اتفاق نووي جديد، أعطت الإدارة الأمريكية الحالية الضوء الأخضر لنشر التحقيق. ولم يقتصر الفيلم على النشاطات الإجرامية وتجارة المخدرات التي يقوم بها حزب الله، بل أشار بوضوح لعلاقة الحزب بالانفجار الكارثي الذي خلف مئات الضحايا في مرفأ بيروت، متضمناً مقابلة مع النائب اللبناني مروان حمادي، يؤكد فيه أنه من المستحيل حصول أي شيء في المرفأ بدون علم الحزب وقيادته. والنائب حمادي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال عام 2004، كانت بداية اغتيالات كثيرة نفذت في لبنان، وأبرزها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقد خلصت محكمة دولية مستقلة إلى أن حزب الله والنظام السوري كانا يقفان خلف عملية الاغتيال، وتلاعبوا بشكل كبير بمجريات التحقيقات التي أعقبت عملية الاغتيال، وهو ما أكدته وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشيل أليوماري في مقابلة تلفزيونية. والآن يعيد حزب الله تكرار ذات أساليب التلاعب في مجرى العدالة، معرقلاً كل الطرق القانونية للوصول إلى الحقيقة، مع محاولات لا تتوقف لعزل قاضي التحقيق في قضية المرفأ طارق البيطار، بدعوى أنه منحاز وغير موضوعي، بيد أن القصة وما فيها هي أن هذا النوع من الضغط والعرقلة للتحقيق لا ينم إلا عن محاولات يائسة لإخفاء شيء ما، وهروب من المسؤولية تجاه واحد من أبشع الفصول في تاريخ لبنان والشعب اللبناني، بالرغم من سلامة الإجراءات القانونية التي قام بها القاضي البيطار منذ اللحظة الأولى لاستلامه التحقيق في القضية.